خلي بال حضراتكم، الصوف الحراري داخل في كل حاجة، قطاع التبريد والتكييف، الصوب الزراعية، عزل الصوت في المسارح ودور السينما، قطاع الإنشاءات المعدنية، الأبواب المصفحة، الأجهزة المنزلية زي الأفران والسخانات والبوتاجازات وغيرها كتير من الاستخدامات. إيه الجرادل دي؟ ده اسمه الأديسيف، داكت أديسيف، مواد العزل اللي زي الصوف الحراري علشان تقدر تركبها. بتتم على مرحلتين، اول حاجه انت لازم بتدهن اللاصق او الادهيسيف، وتاني حاجه انت بتستخدم المسمار لتثبيته. فده جزء من الابلكيشن بتاعه. ده كمان احنا بنصنعه هنا. عملت كل حاجه؟ ده كان بيجي من بره، من امريكا وبيجي من الهند وبيجي من كذا دوله. ده دلوقتي بقى بيتصنع عندنا وبنصدره. وايه ده؟ مش مهندس اللوحه ده فوم، ده مش كده الازرق؟ لا، الفوم الازرق. الفوم الازرق ماده عازله للحراره تتميز بقوة انضغاطها، فاحنا بنستخدمها في الحاجات اللي عليها لود. طب عايز اسألك سؤال، الصوف الصخري امتى بنعمل له واجهات كده معدنية واسود ليه؟ عندنا كذا ابليكيشن للصوف. الصوف مثلا ده قماش بنستخدمه كابليكيشن لعزل الصوت. تمام. تاني حاجة بنستخدمه في واجهات المباني علشان يبقى واخد شكل لونه اسود ما يبانش، فبنستخدمه كعنصر جمالي ان هو يداري او يخبي صوفه في الكرتنول. فده مثلا ابلكيشن. عندنا ابلكيشن تاني اللي هو الالومنيوم فويل. الالومنيوم فويل اولا عاكس للحراره، فبيساعد في الافشنسي بتاعت العزل. تاني حاجه هو حاجه اسمها ووتر فيبر بارير، بيمنع احتفاظ العزل ببخار الميه. ايه بقى الماسوره الكبيره قوي دي يا باشمهندس؟ الماسوره دي احنا بنعمل اقطار عندنا. ده طبعا ده مقطع عشان بتورينا. دي ماسوره بيبقى طولها متر. احنا دي جزء منها متر بالقطر ده. احنا بنعمل لحد 30 بوصه. صنع ماسوره 30 بوصه، واحنا من الشركات القليله في المنطقه اللي بتصنع بايب سكشن او مواسير بالاحجام دي طبعا مواسير الحجم الصغير. ده بيدخل جوه ماسوره صح كده؟ ده بيعزل الماسوره كامله، بيبقى ليه فتحه كده برضو تدخل منها الماسوره وتقفل. وده البتومين العادي، ده لفات البتومين العاديه. لكن زي ما انت شايف هي عليها طبقه اسمها دي طبقه حصوه او سليتس، دي بتقدر تستخدمها كفاينل فينش. وده بيستخدموه على فكره كتير جدا في انجلترا وبيستخدموه في افريقيا. انا عايز بس تقول للناس مفاجاه، هو ده بيتعمل من الصوف الحراري؟ ده بيتعمل من صخور البازلت. صخور البازلت؟ صخور بركانيه بنصهرها مصريه، بنسيحها على 1400 درجه. 1400 درجه كان درجه حراره بركان، فاحنا بنصهر الصخور ديت عن درجه حراره 1400. الصهير دوت بينزل على راس غزل، نفس فكره غزل البنات بالظبط، هي نفس الفكره لكن على سكيل اكبر. يتلم ويدخل سلندرات نشكله زي ما احنا عايزين. يطلع صوفه فايبر. الفايبر ده بقى بعد كده احنا بنشكله وبنضيف عليه الاضافات بتاعتنا علشان نقدر نطلعه يتطبخ بالظبط كده. احنا كمان شغالين على البرودكت الجديد بتاعنا اللي هو الروكال بونيك، استخدام الصوف في الزراعات المائيه. يعني يتحط في الصوب الهيدروبونيك قصدك؟ هيتحط جميع كل الشركات اللي كانت بتستورده. انا مش محتاج للكوبايات اللي بحطها. كل الشركات اللي كانت بتستورد الصوف من بره وبتستورد الشرايح ديت، احنا خلاص ان شاء الله على صدد انتاجها يعني خلال شهر بالكتير. بالمناسبة مصنع روكال نجح في توفير حوالي 20% من الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع واستبدلها بالطاقة الشمسية. خلايا عملاقة بتغطي أسطح المصانع وبتوفر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة. كمان فوجئنا في المصنع بصوب زراعية بينتجوا فيها كل أنواع الخضر والورقيات، وتنفذت بحرفية عالية ومعزولة بالصوف الحراري عشان إنتاجها بالكامل بيتوزع على العاملين في المصانع وبتحقق لهم الاكتفاء الذاتي. فكرة ممتازة فعلاً.